سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي عشان يقول لنا أخبار التدريب النهاردة إيه واستعدادات النادي الأهلي لمباراة المصري المقبلة. يا فاروق مساء الخير. مساء النور عليك زميلي أمير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طمنا يا فاروق، أخبار الأهلي إيه واستئنافه للتدريبات وخصوصا في الفترة الزمنية القليلة اللي بتبقى ما بين كل مباراة وأخرى؟ خلينا الاول يا امير ابارك لك وبارك لكل جماهير النادي الاهلي طبعا على ثلاثه نقاط بالامس في مباراه الجيش، مباراه واحده من اجمل وامتع لقاءات النادي الاهلي. يعني كابتن سيد عبد الحفيظ مستر ريني فايلر اشاد بمستوى اللاعبين وحاله الفعاليه الهجوميه والشراسه الهجوميه اللي كانت عند لعيبه النادي الاهلي. مباراه ممتعه زي ما اتكلمنا فيها، وتعدد الفرص وتعدد عمليات الوصول للمرمى الخصم من المرمى طلاع الجيش بالامس كانت من النقاط الايجابيه اللي اتكلم عليها مستر ريني فايلر. حتى من الامور اللي تم الاشاده بيها ان عدم تغير طريقه لعب النادي الاهلي على الرغم من تغير الافراد، ودي نقطه مهمه جدا يا امير، يعني سايبه انطباع مهم جدا سواء عند الجمهور عند الاعلاميين عندنا عند الصحفيين عند كل فرد شايف شغل مستر ريني فايلر. بالنسبه بقى لمباراه المصري، انت عارف يا امير طبعا هي فتره قصيره جدا بتطلع كل ثلاث اربع ايام مباراه من مباراه لاخرى، مرحله صعبه جدا مباراه المصري ثم مباراه سفر للامارات يوم 17 ومواجهه الزمالك في السوبر يوم 20 ثم العوده مره اخرى للقاهره ومباراه الدوري ثم صن داونز. فيعني كل فتره يعني امير ثلاث اربع ايام بتبقى يعني الشغل اللي انت بتشتغل تاكتيك او الشغل البدني بيبقى قليل قوي لان في ظل تلاحم المباريات. النهارده الفريق طبعا كان انطلق مباراه الفريق في 8 الساعه 1 ونص ظهرا. تمام. مجموعه اللعيبه اللي شاركت بلقاء الامس لقاء طلع الجيش كان مران خفيف قبل انطلاق احداث اللقاء مستر ريني فايلر يعني هنى اللاعبين على ادائهم وشكر اللاعبين على ادائهم في لقاء طلائع الجيش واشاد بمعظم لاعبي النادي الاهلي على حاله الجديه والشراسه اللي كانت عند اللاعبين لاخر دقيقه. ايضا اتكلم بقى على مباراه المصري ومش عايز امير برضو ان هو جماهير، ودي من النقاط المهمه جدا اللي عايزين نقولها من خلالها كمير، ان مش عايز الجماهير تنشغل بلقاء السوبر وتنسى لقاء المصري. طبعا طبعا مستر ريدي فايلر بيركز جدا في مباراه المصري، شايف ان هي مباراه مهمه جدا في مشواره في الدوري. يعني حتى اي حديث عن مباراه السوبر او مباراه الزمالك مقفول تماما، كل التركيز في مباراه المصري. زي ما قلنا مجموعه اللاعبين امير اللي شاركت في مران الامس عمل لها مران خفيف مع يعني محمد شناوي ايضا استفاد بلف حول الملعب. المجموعه اللي ما شاركتش كان رمضان صبحي بيأدي برنامج التأهيلي بتاعه في الجيم، ايضا صالح جمعه بيأدي برنامج تأهيلي في الجيم. اليو باتشي اللي كان غاب عن اللقاء وخرج من قائمه اللقاء ايضا بيتم تجهيزه للقاء المصري، وتم لقاء الزمالك ولقاء صن داونز معمول برنامج تأهيلي لأيو باتشي. تقدر تقول يا امير ان يعني بجانب اللعيبه المصابين اللي احنا يعني عارفينهم سواء حمدي فتحي سعد سمير رمضان كريم ندفد مجموعه اللاعبين خلاص يعني ان شاء الله النادي الاهلي مكتمل الصفوف. اختتم مستر ريني فايلر المران بتقسيمه ما بين المجموعه اللي ما شاركتش، يعني كان مران زي ما قلنا امير مران خفيف. مستر ريني فايلر ايضا امير كان حريص ان هو على متابعه اداء فريق المصري في المباراه الاخيره كويس. يعني شاهد اكثر من لقاء للوقوف على نقاط القوه والضعف. وزي ما قلت لك دلوقتي يا امير لو تتذكر لما كلمنا مستر ريني فايلر بيشتغل على شقين، الشق العملي النظري، الشق العملي بيشتغل على يتابع لقاءات الخصم ويقف على نقاط القوه والضعف ويبدا من خلالها يشوف طريقه اللعب واختيار الافراد يا امير اللي تتناسب مع الخصم. يعني اوقات كتير جدا بتلاقي بعض اللاعبين الجماهير بتطالب بنزولها تكون موجوده في التشكيل، مستر ريني فايلر بيبقى ليه رؤيه ان شايف ان اللعيب ده هو بتاع المباراه دي، فدي من النقاط اللي مستر ريني فايلر ايضا بيشتغل عليها على اختيار الافراد اللي تتناسب مع طبيعه اللقاء واللي انا عايزه من اللقاء. وطبعا زي ما احنا عارفين يا امير ان النادي الاهلي دايما هدفه الثلاث نقاط. فاي امير هيستلف مرامه غدا ان شاء الله في تمام الساعه 12 ظهرا. ثم يعني هقول لك برضه البرنامج حتى مباراه المصري هيبقى في مران ان شاء الله يوم الخميس في تمام الساعه 3 ظهرا عقب المران. مستر ريني فايلر هيعلن القائمه هيتوجه الفريق الى الاسكندريه ان شاء الله لمواجهه فريق المصري على استاد الماتش بمشيئه الله يوم الجمعه يا امير. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق زميلنا المتألق فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي.